سيداتي، إن هذا المؤتمر الذي يتطلع المنظمون منظموه إلى أن تتسع دائرة المشاركات فيه مستقبلا، يسعى إلى إمداد المشاريع النسائية بآليات الريادة التجارية ونشر الوعي في صفوف النساء والفتيات حول أهمية المشاريع الريادية ودورها في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية. تسعى أكاديمية آم بزنس من خلال هذه اللقاءات إلى دعم المشاريع النسوية وتأطيرها وتعزيز دور المرأة الموريتانية في مجال المقاولة ومجال ريادة الأعمال وتمكينها الاقتصادي. مؤتمر ريادة الأعمال هو من أفضل المؤتمرات اللي بالنسبة لي أنا نحضر لهم، وصراحة نشجعوا ذا النوع من المبادرات ونشجعوا اللي آمنة على 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 هذه المبادرة الجيدة اللي صراحة استفدنا منه، واللي نعتبره إنه مثلا حافز يحث العليات اللي في هذا المجال والله يسوى قاع ما في المجال، يحثهم على انه يعودوا مثلا انديبوندونت من روسهم، يعودوا عنده مشاريع ولا يعودوا تاكلين على رقاش وسو شنو. السلام عليكم ورحمه الله. انا اسمي امينه جالو، انتربرينور نان لي كريدي ميتيال دو كريدي، جو سوي ديريجون دون ميتيال دو كريدي. جيت هون اليوم نشارك في هذه الكونفرنس اللي عدلتو امينه حبيب entrepreneur. ما شاء الله كونفرنس زين، ما شاء الله ادريشي زين اليوم، وزين عندنا نحن هذو الاليات لي فام موريتانيان entrepreneur يعاون لي جيستيون اللي نعدلوه دان نوز انتربريز، وقرينا ياسر اليوم معاها وشاركنا معاها ما شاء الله. Vraiment, on est très contente d'avoir participé. Vraiment, on félicite la sœur et vive les femmes mauritaniennes entrepreneurs. Vraiment, on conseille les autres, des femmes entrepreneurs qui sont indépendantes financières. Donc voilà, merci beaucoup. Je suis Aboubakar Traoré. Je suis un assistant de l'ISLGMI, je suis un soutien de l'Arabie et soutien des femmes. Je suis un chercheur de la formation technique d'Adrit Amina. Je suis un chercheur de la formation technique d'Adrit Amina. Je suis un chercheur de la formation technique d'Adrit Amina. Je suis un chercheur de la formation technique d'Adrit Amina. Je suis un chercheur de la formation technique d'Adrit Amina. Je suis un chercheur de يعني ياسر مش استفدت، وانا من نفسي قد نستفاد منه ونفيد منه الناس الاخرى بمحيطي.